قولي بقى، يوم الواقعة دي حصل ايه اللي وداك تحت بيت محمد؟ كنت قاعد على الكافيه. ايه كافيه؟ كافيه دهب. مش اسمها دهب؟ قهوة دهب. كنت داخل اقوم تليفوني على بس هي اللي تحت يوم ما اسمهاش دهب، اركاديا. هو حموقة كان عايزني اقول ان انا رايح اركاديا وهم جايين لاركاديا. مش ده اللي حصل. بيكذبوا يعني؟ هو كله كذب في كذب. طيب ايه الحقيقة؟ هنا انا دخلت الكافيه عشان دراع البلاي ستيشن مش تايب سي عادي زي الموبايل. تليفوني كان 1%. كنت مستنيهم جايين لي عادي. هم عدوا كافيه دهب. عدوا ليه؟ هم عدوا الكافيه عادي، كانوا جايين لي وانا كنت قاعد على الكافيه، وبعد كده داخل الشارع بتاعنا عادي وهمشي معاهم. مش جايين عشان مشكله ولا اي حاجه. لان احنا لو جايين على المشكله كانش زميلنا توفى. يعني يبقى معاكوا اسلحه قصدك؟ بعيدا عن اسلحه، انت هتبقى فايق ان انت جاي تعمل جاي مشكله. سواء بقى تضرب تتضرب في مشكله. انت تبقى عارف انت رايح على مشكله مش رايح غفله كده. ماشي، رحت دهب. خرجنا من الكافيه. انا خرجت. مقولك على الكافيه؟ لا، ما اقولوش على الكافيه. خرجت انا واحد كرم، اسمه كرم، ده ساكن هناك اصلا. انا يعتبر اصلا صحابي هناك. هما بيقولوا ان في اتنين كانوا بالمنطقه صحابي. هما ما لهمش علاقة بالمتوفي ولا لهم علاقة بأحمد، ما يعرفهمش أصلا. حلو. دول صحابي أنا. وبعدين؟ بعد كده خرجت أنا وكرم زميلي ده، خرجنا من الكافيه. كان في مشكلة في ظهر الشارع مش تبع رامي خالص. خرجنا بصينا على المشكلة، كل ده رامي ما كانش جه. لفيت من حوالين المربع بتاع البيت ووقفنا تحت بيت محمد الشام ده عادي. عادي ازاي بقى؟ اللي هو انا اصلا كنت ساعتها بقول للكرم احنا جعانين هناكل ايه مش ناكل ايه، بنبص لقينا فرن عيش فين. فبقول له ايه ناكل باتيه، شكله عامل باتيه سخن بتاع. فضلنا واقفين عادي، واقسم بديني اللي انا ما كنت اعرف ان كمان بيت محمد هشام هنا. عارف ان هو هنا بس مش قدام مثلا العماره دي، او كان عارف ان هو من منطقه من الحته دي. همال البيت او الكلام ده لا. رامي كان جه بيقول لي يلا ومش يلا بتاع، قلت له يلا ايه ماشي اصبر الراجل وبتاع عشان عيب ان هو واقف معاه وكده. قال لي هتيجي ولا؟ قلت له ماشي يلا. من هنا اخت محمد هشام عماله تشتم على حد خبط. على حد خبط عليهم؟ على حد خبط. انا ببص على الشتيمه ولا اعرف امه ولا اخته. لا، عيله صغيره. ده عيله صغيره مش اللي هي نرمين. مش اللي هي عملت كده. ده عيله صغيره. بص فوق بشوف الشتايم، فرحت انت رادد الشتيم. مفيش حد واقف غيرنا. هو الشارع كله محلات وكده بس مفيش حد واقف غيرنا. فالشتيمه ليك مش ليا بقى. انا برضه ما ردتش. لما الكلام اتوجه لنا واتقال يا رامي ومش يا رامي من هنا رديت. حلو. قلت له يلا بقى امشي انت وسيبني انا. ايه هما هيشتموا وانا اشتم؟ امشي انت مالكش ايه دعوه. يعني انت هنا انت مش جاي المشكله، وفي بينك وما بين الناس دي. رامي واصحابه دول قبل ما يجوا لك طلعوا فوق؟ لا. ولا ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. هما بيقولوا ان في ناس طلعت لهم فوق، فانت بتاكد كده ان هما بيقولوا الحقيقه؟ انا بقول لك الصراحه. بقول لك الصراحه. كانت بتشتم بتقول في ناس طلعوا لنا فوق. ويعني وهي بتشتم بتقول مين اللي خبط؟ يعني باللفظ. يعني باللفظ. مين اللي خبط يا كذا مثلا؟ ماشي، يبقى هي صادقه. ها؟ انا بقول لك دي الصراحه. فهنا مين خبط مع مش انتوا؟ لو في كاميرات هتجيبنا. انا من هنا كنت رايح اطلع عشان شتيمة. بعد شتيمة بقى كنت رايح اطلع. انا شتمتك بس ميزت ان انت بيت وانا راجل. فبابا هنزل. انا برضه طالع بقى، انا طالع اتكلم مع اي حد. فلقيت رامي مجري عليا هو واحمد حضنني كده. رامي حط ايده عليا وبيسحبني لبره. كل ده على باب العمارة. هم عندهم زي مدخل. في مدخل على ما توصل للعمارة. ما كنتش لسه دخلت المدخل. رجع وقفنا. ابوها نزل ودخل عندي بتاع الكاوتش. جاب الحديدتين. جاب الحديد اللي هو الموظف بيفك بيه الكاوتش وكده. هو بيمسك الحديد والراجل بتاع الكاوتش بيجري عايز الحديد بتاعه. فاللي انا سمعته اخر حاجه رامي بيقول له انا مش هكلمك عشان انت راجل كبير. ماشي. هنا انا اول ما شفت ماسك الحديد عديت الجنب التاني. انا عديت الجنب التاني. بس ضربته الاول؟ ما ضربتوش. انت حضرتك بتقولي في فيديو جايبني ان انا بضرب. لا، احمد اللي بيقول مش انا اللي بقول. انا بقول لك لا، مفيش الكلام ده.
وربنا يقول ضرب الراجل وجري. كان الكلام ده تقال في النيابه. وبعدين بعدين انا جريت كرم بقى زميلي اللي هو كان معايا، فبقول له انا بقول له هنعمل ونسوي وبتاع، قام قال لي يا ابني تعالى شوف زميلك اللي وقع. مسافه لسه معدي لهم الطريق كان وقفوا يعني. ما انت ما شفتش يعني؟ ما شفتش.